وشكون ولا الهجمه هذه اللي وقعت على انت تحكي على رفيق عبد السلام اساسا اللي احكي على بصرف النظر على الاسماء يعني شكون شكون الاطراف اللي توقف وراء الهجمه هذه؟ الظاهر انه ماشي الاذاعه في حد ذاتها لكن ثم اطراف اخرى توقف وراء الهجمه. باي الاطراف اللي هي تقف هذه مش اطراف سياسيه بالاساس، لانه احنا كي نقولوا مثلا الرئيس قيس سعيد ايش دخلوا في البنوك؟ معناها مش ملوج عليها البنوك، بنوك اغلبها بنوك خاصه عندنا 21 بنك، معناها مش قلق، لا هي مؤسسات ماليه، مؤسسات ماليه اللي هي معناها تسترزق من الفلوس اللي يحطوا فيها التوانسه. احنا معلش انا نعطيك مثال حتى التوانسه يفهموا، احنا عندنا اقتصاد في المناسبة اذكرناه ما نطولوش، اقتصاد ريعي في العالم، فما الاقتصاد الرأسمالي اللي هو القطاع الخاص هو ينتج ويوزع، فما القطاع فما الاقتصاد اللي معناه جاء من المنظومة الشيوعية اللي هو الدولة هي تنتج وهي توزع، فما الاقتصاد المشترك. احنا لا هذا لا هذا لا هذا، شنو احنا اقتصاد ريعي نتاع 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 الرخص، فهمتني؟ الرخص هذه في تونس والتخصص خذته بعض عائلات وبعض مجموعات متاع عمل، وفي النهاية موش ممنوع، لكن السلطة خليته حكر على الناس هذوما. الناس هذوما باش انت ما تحاككنيش في المجال الاختصاص نتاعي، حتى من المؤسسات المالية مش يشريهم، باش انت ما تلقاش شكون يسلفك الفلوس باش تعمل مشروع تحققهم. والناس هذوما اللي عندهم تمويلات معناها اللي عندهم اللي خذوا المؤسسات المالية هما اللي يتقلقوا، هما اللي يتقلقوا من هكذا تصريح. كيفاش اللي تقول توانسة معناها يجدوا فلوسهم؟ معناها بجي يتقلقوا. أنا نعطيك على سبيل المثال، فما لاتي بي واليو بي والبي تي والبيات، معناها المديرين متاع المؤسسات هذه ياخذوا في حوالي 120 مليون في الشهر. مش تفهم انت علاش هما كيفاش يتقلقوا معناها كيف التوانسة ما يحطوش فلوس؟ معناها من حق، معناها من حق، معناها في دولة مفلسة فيها رئيس الحكومة الشهرية نتاعو متجاوز 5 ملايين، المؤسسات الرابحة الوحيدة هي المؤسسات المالية، قداش تخلص الأجير معناها المدير يخلص 120 مليون، فما بالك فما بالك خاصة من حقه يخلص حتى مليار ما لا مؤسسة معاك متفقين. أنا كسلطة شو نعمل؟ أنا مؤسسة معناها دولة فلسة لا ما عنديش فلوس، انا الامن والحمايه المدنيه والجيش والجمارك والطرقات وكذا، ما انا كيفاش باش تعاون انت؟ انا نجيك كقطاع خاص نقول لك انا نعترف لك السنه مثلا 2022 نعترف لك بالشاري اللي ما تفوتش 5 ملايين، وانت ما تحب تعطي اكثر من امورك، انا نجي نقيم لك الدخل نتاعك، ما تقوليش هذا 500 مليون، انا نعترف لك كان ب 500 فقط. هذا المنطق، فهمت كيف؟ انا نعتبره الموظف نتاعك يخلص قد رئيس حكومه، معناها نتصور معناها مش باش يقول لك لا انا نخلص اكثر من رئيس حكومه، شو 120 مليون في بلاد مفلسه هو هما يستحقوا اكثر راهو اذا كان هما معناها جات الظروف تسمح، لكن احنا الظروف ما تسمحش تاع بلادنا، فهمتني؟ مش انا نعيط المسؤول بنكي ومعناها نسرق الناس، مش هكا راهو الحكايه، الموضوع مش هكا. انا فما معطيات بهدوء، معناها نطلبوا من المؤسسات الخاصه باش يتعمل مجهود تلت سنة مثلا 22 نعم مرسوم معناه يحد من الأجر نتاع الناس هذوما إلى حد معين بدون ما نهينوا الناس ولا نقلقوا الناس. خلينا نرجعوا السياسة ونحكيوا السياسة. اليوم رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء وسيطر تقريبا على كل السلطات، شنو رأيك في هذه الخطوة اللي أقدم عليها رئيس الجمهورية؟ أنا شفت المرسوم اللي عملوا صفة اسم رئيس الجمهورية تذكر 13 مرة، معناه هو يعين ويعزل ويقيل ويراجع ويوافق ويلغي، معناه هو خليه باش هو باش يجي يقعد باش يحكم، انا ما نشوف فيه هو قاعد باش انت تتصور قاضي كي يجيب شيخ قرار في ملف مازال باش يشوف باش يدرسوا معناه بنفسيته الداخليه معناه بجوارحه ما عادش باش يولي باش يشوف رئيس التعليمات معناه شو أتعس من بن علي، معناها الموضوع أتعس من فترة بن علي، معناها بصراحة ولا حركة معناها فيها معناها تلقى فيها الأهوال. لكن الرئيس يقول لك أني ما ندخلش في القضاء والقضاء مستقل. كيفاش مستقل؟ هو يقول أنت كيف أنت تقيل وتعين وتطرد وتعزل وترقي، معناها كيفاش تحب يكون مستقل معناها مستقل القاضي؟ شوف هذا كله رغم أنا نحن فاهمينه وعارفينه، واليوم القضاة قاعدين يعانيوا، ونقول لك حاجة أخرى، اليوم القضاة مش قاعدين مش لاقين دعم. أنا كنشوف عميد المحامين
المستوى معناها المتدني اللي قاعد يتكلم به بصراحه معناها شيء حش. معناها شكون مش تلوم؟ شو السيد شو تحب تلوج في منصبه؟ شو تلوج؟ شو الحاله هذه ودي تجاوب في السفراء نتاع الاتحاد الاوروبي؟ يعني معناها باش تحكي انت وشكونك انت باش تحكي معاه؟ يا ودي ذاك بلاد ضعيفه معناها بلاد حاله وبلاد اذا كان ما جيناش الدعم راهو معناها القمح مش باش يوصلنا. شو اش معناها؟ معناها غدوه كي تجي بابور تاع قمح تلفتوا لك انت جا خلصوا؟ اش تحكي شو الكلام هذا؟ شو 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 الحاله هذه معناها؟ وتحب انت القضاء معناها يتكلم وحده؟ هاو الناس اللي هي المفروض تتكلم معاه معناها قاعده تعمل ضد يسكت انت ايش دخلك؟ يسكت معناها شو تصفي في حساباتك مع القضاء؟ بصراحه ما فيش حاجه تصر فهمتني؟